اللجوء السوري حاضر بحفاوة على أهم منصات السينما الأمريكية. توازنات البنتاغون التسليحية لكل من أوكرانيا وتايوان، والديمقراطيون يسابقون الزمن لزيادة تسليح أوكرانيا قبل وصول الجمهوريين إلى السلطة في 2023. وبوتين يحذر من إرسال منظومة الباتريوت إلى أوكرانيا. على ضفة الفرات الشرقية، هل سيؤكد الناتو قوة تماسك بيته الداخلي، أم سيؤكد الواقع انقساما حادا بين أهم أقطاب الناتو، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ دعونا نغوص في التفاصيل مع رئيس تحرير منصة وايت هاوس ان عربيك، السيدة مرح البقاعي، تحدثنا من واشنطن. مساء الخير يا أستاذة مرح. مساء الخير خلدون لك ولمتابعي منصة وايت هاوس ان عربيك الكرام، وآسفة لعدم تواجدي معكم الأسبوع الماضي لأسباب تقنية بحتة. أستاذة مرح البقاعي، أنت أمريكية سورية، حدثينا عن حضور اللجوء السوري على نتفليكس، عن التفاصيل وعن مدى الاهتمام في أمريكا بالمأساة المستمرة في سوريا. تفضلي أستاذة. عزيزي خلدون، بالنسبة لسؤالك الأول عن اللجوء السوري، بداية اللجوء السوري الكبير بملايين السوريين حدث بسبب القمع الشديد والتهجير القسري الذي تعرض له المواطن السوري والمواطنة السورية من قبل النظام السوري وحلفائه والميليشيات المتعاملة معه من إيران وروسيا. طبعا اضطر السوريون إلى الخروج خارج البلاد، لجأوا إلى العديد من دول العالم وفي مقدمتها دول الغرب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هل أستطيع أن أتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا قلنا أن اللجوء السوري إليها بالأرقام كان متواضعا بالنسبة للجوء الذي حدث إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال، لكن أريد أن أتحدث عن الفرص التي أتيحت للاجئ السوري سواء في أوروبا وخصوصا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا قدمت الدولة الأمريكية فرصا استثنائية للاجئ الأمريكي، فرصة التعليم، فرصة التوظيف، فرصة الإقامة، فرصة الضمان الصحي، وتمت معاملته تماما كمواطن أمريكي ما عدا الحق في الانتخاب، لأن الانتخاب فقط للذي يحمل الجنسية الأمريكية وللمواطنين الأمريكيين الذين يحملون جنسية البلد الذي يتواجدون فيه، إلا أن حقوقهم كاملة مضمونة كمواطن أمريكي إضافة إلى الواجبات. الآن نرى أن بعد سنوات من وصول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نرى العديد العشرات من الشابات والشبان الذين تخرجوا من كبرى الجامعات الأمريكية مثل جامعة هارفارد، جامعة ييل، جامعة كولومبيا، وهذه جامعات يعني يتخرج منها يعني رؤساء أمريكا وكبار الحكوميين في الحكومة الأمريكية، وكذلك يعني لا يدخلها إلا الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب غلاء الأقساط فيها. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت منحا دراسية لهؤلاء اللاجئين، وبالمقابل قدمت لهم الدعم مع الفرص، يعني جاء الدعم والفرص ك يعني باكج واحد للجوء وللاجئين السوريين. وفي الوقت نفسه بالمقابل الشخصية السورية أثبتت بجدارة أنها قادرة على التفوق وأن تكون مفيدة وداعمة وتضيف بصمة على أي مجتمع تتواجد فيه عندما تتأمل لها الفرص والدعم كما حدث هنا للاجئين السوريين. طبعا هذا الشيء يعني كنا نتمنى أن لا يحدث هذا اللجوء، لكن طالما حدث تحت
وطئة تهجير قسري من البلاد، نجد أن المواطن السوري الموجود الآن في كل مناطق الانتشار واللجوء يقدم نفسه على أنه شخصية ندية، شخصية قابلة للامتزاج مع هذا المجتمع الجديد، وأن تكون مفيدة في هذا المجتمع الجديد، وإن شاء الله في المستقبل يعودون كلهم إلى سوريا لبناء سوريا الجديدة، سوريا ما بعد الاستبداد. أستاذة مرح، ما الجديد بما يخص العملية العسكرية المرتقبة لتركيا في الشمال السوري؟ بمن يمكن أن تضحي الولايات المتحدة؟ بالحليف التركي أم بشركاء مكافحة الإرهاب في سوريا؟ أم سترسل الجمل بما حمل إلى روسيا؟ تفضلي أستاذة مرح. في الحقيقة خلدون، هذا هو السؤال الصعب، لأن كل الدول المتداخلة في الملف السوري وفي الشأن السوري، ولا سيما في موضوع الشمال السوري شرقه وغربه، ليس لديها إجابة واضحة حتى الآن. أريد أن أضيف هنا أن موقف الولايات المتحدة ما زال ثابتا في رفضه لهذه العملية العسكرية التي تنوي تركيا القيام بها، لكن الرئيس التركي أردوغان لا أعتقد أنه يستطيع التخلي أو التراجع عن هذه العملية الآن، لأسباب تتعلق بالرأي العام عنده في الداخل، لأسباب تتعلق بالانتخابات المقبلة، ولأسباب سياسية كذلك تتعلق أيضا بعلاقته مع أحزاب المعارضة التركية. لذلك أرى بشكل شخصي أن العملية يمكن أن تتم في وقت قريب وتكون محدودة في الزمان وفي المكان، بمعنى أنها تكون عملية سريعة وقصيرة الأمد، وفي نفس الوقت تطال مناطق محددة جدا في منبج وقسم ضيق من تل رفعت، ولا أعتقد أنها ستطال أو تتضمن مدينة عين العرب كوباني. أستاذة مرح، أليس من المقلق الحديث عن تسليح تايوان وبموازاة تسليح أوكرانيا؟ ألا يدفع ذلك روسيا والصين للالتصاق ببعضهما من جراء هذه السياسات الأمريكية؟ حدثينا عن مسألة التسليح أستاذة مرح. بالنسبة لسؤالك هذا خلدون، دعنا لا نربط بين ارتباط الولايات المتحدة الأمريكية بعقود تسليحية لتايوان منذ فترة طويلة وهي مستمرة، وبين الفرض الواجب على دول ديمقراطية في العالم، في الغرب الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بإرسال أسلحة دفاعية مقابل الغزو الروسي لدولة أوكرانيا، وهي دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. فدعنا لا نخلط بين الأمرين لأنهما مختلفان كثيرا، لكن يمكن أن نزاوج بين طموح الصين في السيطرة وطموح روسيا في السيطرة والهيمنة على دول مستقلة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الصين ألا تعتدي على تايوان، وأن يعني تسمع الشارع في تايوان ماذا يقول، وأن تحترم الإرادة الشعبية في تايوان، وهي لا تريد، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، أي نوع من النزاعات في منطقة حيوية من بحر الصين. تحاول أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تحترم شراكتها وحلفها مع تايوان في الدفاع عنها إذا ما تعرضت لأي اعتداء. الآن نرى أن الصين متريثة جدا في موضوع رد الفعل على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار تسليح على تايوان، لأنها تعرف تماما أن واشنطن ستدعم تايوان في أي اعتداء يحدث عليها، وهي أكثر ذكاء من حكومة موسكو التي لا تعطي أي اعتبار حتى الآن لردود الأفعال الدولية على غزوها لدولة مستقلة هي أوكرانيا. والمحادثات الأخيرة التي حدثت، وهي محادثات دبلوماسية غير مباشرة،
والعرض الأمريكي الذي قدمه الرئيس بايدن لبوتين من أجل وقف هذه الحرب، وجدنا أن بوتين رفضه مباشرة ووضع شرط أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال روسيا لمناطق واسعة من أوكرانيا قبل البدء في أي مفاوضات من أجل وقف هذه الحرب. طبعا لا أوكرانيا ستقبل بهذا الاحتلال، ولا الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الحر سيؤيد أي احتلال لأي دولة لدولة أخرى مستقلة. فكيف الحال حينما تكون دولة جارة كما هو الحال بين أوكرانيا وروسيا؟ نريد أن نعرف تماما أن التسليح الدفاعي لأوكرانيا مستمر، لكن عندما يصل الجمهوريون إلى الأغلبية في مجلس النواب سيضعون بعض الشروط على هذا التسليح، بمعنى أنهم قالوا بوضوح أن يكون هناك شيك على بياض لأوكرانيا من أجل التسليح، سيوضع بعض القواعد للتسليح لضمان قدرتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، لكن في الوقت نفسه لبرمجة هذا التسليح ومساعدة أوكرانيا أن يكون دفاعها عن نفسها هو الطريق للوصول إلى مفاوضات وإلى إنهاء هذه الحرب. أستاذة مرح، كنت معنا من واشنطن، شكرا لتزويدنا بالتفاصيل. شكرا لك خلدون لحلقة هذا الأسبوع، شكرا للمتابعين الكرام، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى مونديال قطر، الأمريكيون يدعمون نساء إيران في المونديال على طريقتهم، حيث غير اتحاد كرة القدم الأمريكي علم إيران على منصات التواصل الاجتماعي، وفرح إيراني غير مسبوق بفوز أمريكا على المنتخب الوطني الإيراني في المونديال. إلى تويتر، حيث تقرؤون تفاصيل عن قمة إفريقيا التي دعا إليها الرئيس جو بايدن، وتقرؤون تحليل السيدة مرح البقاعي لمجريات مؤتمر أستانا بشأن سوريا، حيث أكدت البقاعي أن أستانا يخدم مصالح الدول الراعية لها وليس مصلحة السوريين. وختام حلقتنا هو استطلاع الرأي الأسبوعي على المنصة، والذي يقول: هل برأيك سنرى مصافحة بين أردوغان والأسد برعاية روسية مقابل وقف العملية البرية التركية؟ ولدينا الاحتمالات التالية: الأول، نعم، فالظروف جاهزة للقاء. الثاني، لا، لن يفعلها أردوغان ويصالح الأسد. الثالث يقول: غير متأكد بسبب اختلاط المصالح والأوراق السياسية في الشمال السوري. شاركونا آراءكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو، تجدون رابط استطلاع الرأي على موقع White House in Arabic على شبكة الإنترنت. في نهاية حلقتنا الرابعة، أحييكم أنا خلدون حيدر، وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.